تحت شعار الميثاق من السياق إلى المأسسة، انطلقت أشغال الجمع العام التأسيسي لمؤسسة ميثاق طنجة، والتي تهدف إلى العمل على تنزيل مضامين الميثاق المنبثق عن لقاءين تشاوريين. ميثاق المدينة خصو يقصي أي مكون داخل المدينة. كان يوم الاجتماع التأسيسي ديال المجلس الإداري اللي من خلاله تم انتداب مكتب تنفيذي. الأساسي في هذه المحطة هو أنها مجرد خطوة انتقالية، لأن كتبقى مبادرة ما كانش ممكن تشمل الجميع. فالأساسي هو أن المجال الحقيقي ديال تنزيل الميثاق هو من خلال اللجان الوظيفية اللي غادي تكون منفتحة طبعا على أوسع طيف ممكن اللي عنده استعداد وعنده رغبة في الاشتغال من أجل هذه المدينة. احنا واعيين بأن المنطق ديال التدرج هو المنطق الأسلم، وبأن احنا محكومين بالضرورة ديال إبداع وسائل جديدة في تدبير السياسات المحلية من خلال هذا النموذج ديال الالتقائية ما بين المجتمع المدني، المصالح الإدارية والمؤسسات المنتخبة، ليس من أجل أن شي مؤسسة دير دور مؤسسة أخرى، وإنما من أجل توفير واحد المجال وواحد المساحة للتلاقي، للتشاور، الإنضاج الشروط الموضوعية من أجل النجاح في تدبير السياسات العمومية أو تدبيرها بشكل أفضل، والإجابة على مجموعة من الاختلالات اللي كتعيشها مختلف المدن، واللي كنطمحوا على أن طنجة تكون عندها السبق والريادة على مستوى هذه التجربة. حضر الجمع العام مؤسسات الدولة والغرف المهنية ومكونات المجلس أغلبية ومعارضة ومكونات سياسية وفعاليات المجتمع المدني. من لا يصادق على اللائحة؟